الله بارك يلا بارك. آه يا مساء الخير، هذا المقطع تصور يوم الخميس 8 ايلول سوري حمد الله. المقطع هذا رح يكون نقد لشيء طلبوا فيه اسمه الحرية، واللي برأيكم ان الحرية خربت مظهر البلد واللي ما حدا بيرضى فيه. كثير عالم انتقدوني لما طرحت الموضوع قبل بالمرة عن طريق صورة فوتوغرافية، المرة حاطرح لكم اياها بشكل فيديو. شقام على الفيسبوك شبكة أخبار سوريا، معكم نبراس. بارد بارد بارد. تمام، قلعة البشر الصورة لكم وانتم الحكم. قلعة صارناها سوق وبسطات، والله حرام. الله يرزق العباد، بس مو لهالدرجة جمالية البلد. تروح الله بيكتب له رزقه وين ما كان يكون. انظروا قدام قلعة دمشق نبراس، انتوا احكموا بس، ما بدي اكثر من هيك. طيب حتى القلعة ما عم نعرف نصورها. أخيراً.